لكل تجارة من اسمها معبر نصيب. ومنذ افتتاحه العام الماضي بين الحدود السورية الأردنية، كانت الحركة التجارية ذات الاتجاه الواحد مستمرة، وكانت له الآثار السلبية على السوريين بالدرجة الأولى بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، هذا إن وجدت البضائع أساساً في بعض الأحيان. وزارة الصناعة والتموين الأردنية، وبحسب عدة وسائل إعلامية، أصدرت قراراً بمنع استيراد نحو 194 سلعة، ويسري تطبيقه اعتباراً من الأول من أيار من العام الجاري، مع بقاء السلع الصناعية مستمرة دون قيود. ويرجح بعض الاقتصاديين في الأردن أن هذا القرار الأخير جاء بسبب إعاقة السلطات السورية دخول السلع الأردنية على أراضيها، مع مطالبات من بعض الفعاليات الاقتصادية في الأردن بالمعاملة بالمثل مع البضائع السورية التي تدخل الأردن. وبحسب الإحصائيات، فإن الصادرات السورية أعلى بكثير من الصادرات الأردنية بين البلدين، والسبب في ذلك رخص الأسعار للبضائع السورية مع عدم وجود ضرائب بالإضافة إلى الجودة العالية للسلع السورية. بين قرار منع الاستيراد من سوريا وبين تصديرها، الذي أثر سلبا في معيشة السوريين الذين يعانون من عدة أزمات داخل بلد متهالك من كثرة المشكلات الاقتصادية، يتساءل المواطن السوري: من المستفيد ولماذا؟